البندق ثمرة أشجار البندق، تؤكل هذه الثمار وتعصر فيستخرج منها زيت مقبول الطعم، وتعلو شجرة البندق من 3-6 أمتار، وهي ذات سوق وفروع عديدة، وأوراقها طرية بيضوية حادة الرأس مزدوجة التسنن. أفاد باحثون بأن المواد الغذائية الموجودة بالبندق صديقة للقلب والشرايين، كونها مصدر لام أوميغا 3 التي تمنع تخثر الدم وانسداد الشرايين، وتخفض ضغط الدم وتقلل خطورة المصابين بمرض السكري من إصابتهم بأمراض القلب. وأشار الباحثون إلى أن البندق مادة غذائية غنية بفيتامين إي، فهو مضاد للتكسد ومانع للشيخوخة المبكرة، ويفيد عند انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء فترات الحيض، مؤكدين أن فيتامين إي الذي يحتويه يمنع تطور مرض السكر، ينظم فعاليات القلب والشرايين والدماغ والأعصاب، مفيد في شفاء الجروح، كما يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا. وأوضح الباحثون أن البندق يحتوي أيضا على فيتامين B5 وفيتامين B6 الذي يقوي نظام المناعة ومفيد عند انخفاض نسبة السكر في الدم، ويحتوي على فيتامين B9 الضروري أثناء فترة الحمل لأنه يقلل من المادة المسببة لانسداد الشرايين، ويقلل من خطورة الجلطة القلبية والشلل والخرف.